لحد الان ما وزعونا مازوت، والعام الاول كمان قطعونا قبل ما يخلص الشتاء العام اللي راح، والسنه هاي لسه على صعب وبرشوف عينكم شلون البرد هلا والعالم كيف وضعها، وهلا اولادنا ميتين من البرد. بدي اخذ هالبيدونه تحت اروح اجيب بيها مازوت تدفي الاولاد. اوضاع كلياتها سيئه عندنا بالنسبه للمعيشه، بالنسبه للاغطيه، بالنسبه للخيام. الخيام هلا بينقسم الخيام عندنا رايح الاجناب تبع الخيام عم نطالب بها كمان ما في، يعني حتى الخيام وضعها سيء، واحنا مقبلين على جو شتوي السنه يمكن اقسى من العام اللي مضى. فرش سلمني ولا الاحرامات ولا اسفنج ولا شيء، وهلا الله وكيلك وضعهم يعني حيل ماساوي، مطاطين كل النهار والليل بالبطانيات، وش بدنا نسوي؟ ونتمنى انه يساعدونا بشي على هالمازوت على هالشيء. من ناحيه توزيع المازوت تم اقراره 2000 راح يتوزع على 2000 خيمه، 4 لتر بشكل يومي لكل عائله. من ناحيه المازوت كمان عم نواجه صعوبه كبيره، يعني في عندنا في مخيم واشوكاني في عندنا 400 عيله بدون خيم، هي مضافين على الخيم الموجوده، فهدول ما راح يوصلهم المازوت. سعينا كثير مع المنظمات والجهات المانحه لحتى انه يوزعوا لهم كمان، بس ما كان في اي استجابه لهلا. الاستجابه من هالناحيه ضعيفه جدا، وهالشيء اثر سلبا علينا بشكل خاص. لهلا لسه ما حتتبنى توزيع المستلزمات الشتاء. الحزينه بواري لسه ما جت، صوبات ما جتني، مازوت صاير بالنار، يعني بألف صار 1600 1400 اليوم. هالصبحية جانا الخبر، يعني احنا وضعنا بالمخيم، لا بي عندنا حدا يشتغل، لا عندنا عامل، احكي لك عامة على المخيم. يعني حالتنا تعيش. هسه على الخيمات قاعد تخر علينا. اريد قاعد نطالب بتغييرها. نطالب بتغيير الخيم لسه ما حد رد علينا. لا عوازي قاعد اسوي صيباطات نشتري عودان نجيب نضبط ما يمشي حالي، يعني وضعنا تعيس.